لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من الدورة ببغداد نصر السلماني، شقيق الناشط المختطف أمين سعد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا أختي العزيزة. ما تفاصيل اختطاف شقيقكم الناشط أمين سعد؟ والله يوم السبت. السبت الماضي؟ أي السبت هذا الماضي. يعني هل تعرفون مكان اختطافه؟ والله هو طلع من مساحة ما تحرير بيجي علينا للبيت وانخطف، ولحد الآن ما حد يعرف وين ما وين. هل كان لشقيقكم أمين أي نشاط سياسي؟ عدم مشاركته في التظاهرات التي ينشط فيها لا 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 لا, لا ما عنده أي نشاط سياسي. كان يشارك فقط في التظاهرات. ولا أكو دعم إن من أي أحد، وإنما هو يعني تظاهرات يعني سلمية لا أكثر ولا أقل. نعم. هل لديك أنباء عن حالات اختطاف مماثلة للشباب المتظاهر حالياً؟ تعرض له في ساحة التحرير؟ هواية بشكل يعني قبل التطورين هواية. كنا تابعنا في تفضل. بحيث انه نفتر على المراكز يطلعون لنا قوان يعني 50 واحد 60 واحد هيك يقول دوروا ما نلقى. في الخبر الذي قرأناه عن اختطاف شقيقكم قرأنا أنه كان مرابطا في ساحة التحرير، يعود إلى البيت فقط مرة في الشهر لرؤية عائلته. لو تحدثنا أكثر عن مشاركته في هذه التظاهرات. هو أصلا من يوم 11 هذا يوم هو أصلا هو هناك ما رجع غير مرة أو مرتين لا أكثر ولا أقل. ما رجع هو الزملاء. نعم. هل لديكم أي رسالة تودون إرسالها في هذا الصدد بالحديث عن اختطاف شقيقكم سعد؟ والله نسأل الله أن يفرجوا عنا لا أكثر ولا أقل، بس الفرج له ولإخواننا المعتقلين، وإحنا ما نريد شيء غير بس من ذا المكان وين، لأنه تعبنا والله. هل تواصلتم مع أي جهة أمنية لمحاولة فقط معرفة مكان احتجازه أو سبب اختطافه؟ ماكو مكان ما وصلنا له وانطونا نتيجة، كلها تقول ما نعرفه. ما ندري بيه وين. شكرا جزيلا لكم نصر السلماني شقيق الناشط المختطف أمين سعد، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.